تقدمه، ما انت طالع من الصاله زي محمد صبحي. استاذ محمد صبحي عمل الحركه دي قبل كده؟ اه يا ريس، وكانت احلى بكتير. اه طب ما قلتوليش ليه؟ جامل حضرتك ما قلتوليش ليه يعني؟ ما حضرتك مش مدينا فرصه، ما بتسمعناش. ما هو انا بسمعك، اقول لي ان هو عملها قبل كده. ما وده ايه؟ مش عارف. ما تيجي تاكلني، تعالى. انت كنت نايم ولا ايه؟ صاحي النهارده من النوم جسمي مدغدغ وبطني مشيت عليا مش قادر. انا مش فين بقيه الناس؟ انتوا بتهرجوا يا جماعه، فين بقيه الناس؟ يا جماعه يا اخوانا يا ويزو، فين بقيه الناس؟ يا ربيع، ايه يا ريس؟ يا ربيع، ايه يا ويزو، انت فين؟ معلش يا ريس، كنت بتدرب على الرقصه الجديده اللي عاملها في المسرحيه. انه رقصه؟ الرقصه اللي انا كنت عاملها في المسرحيه. بقول لك ايه، انا بقالي ثلاث اربع مسرحيات ما برقص وانا كده جسمي صدى. ها كده جسمك صدى؟ اه يعني انت جسمك زي البني ادمين عادي والباقي ده صدى يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. ايه يا ربيع؟ انت سايبهم عمالين يقولوا لغه عربيه؟ احنا بتوع لغه عربيه يا ابني. انا اصلا كنت بحفظ المشهد بتاع انور ده، بس هو دخل الاول وقاله. يعني انت كنت هتقول لغه عربيه؟ المفروض انا اللي اقوله اصلا. لو طب هتقول ازاي؟ لو ان اعتقنا الناس جميعا وفلقنا كل منهم نصا في الارض لحمدنا الشمس اذا شئنا الحريه، ماتش الاهلي انبثق على الارض، البنك الاهلي انا عايز قرض لحمجمة الشمس إذا جئنا بأنجز كلمة عظمة الأمة. آه على الأقل دي حاجة مفهومة. لحمجمة؟ لحمجمة الشمس؟ لحمجمة الشمس إذا شئنا. هي الشمس دايماً بتتحجي من كده صح؟ والله العظيم انتوا بتهرجوا يا جماعة. وبقية الناس فين بجد؟ فين كريم؟ يا كريم. أيوه يا ريس، سلام عليكم. يا كريم ايه في ايه؟ بص حضرتك، انا مش هعمل ادوار عيال صغيره تاني. ماشي؟ يعني ايه؟ يا ريس انا من كتر ادوار العيال الصغيره حاسس ان هيجيلي الحصبه واموت. يا كريم انت احسن واحد بيعمل دور للاطفال الصغيره يا كريم. ويوم ما تديني دور تديني دور كده. لا بس عملته طفل برضه. امال ايه؟ ما ايه؟ يا كريم انت ما دام بتعمل دور اطفال خلاص اتكل على الله. اتكل على الله يا ابني، اللي في ايده دور يمسك فيه بايديه واسنانه. ماشي يا جماعه. ها اسراء اتاخرت النهارده. يا سلام، فاعله خير انت فعلا. طبعا. فين اسراء؟ يا اسراء. اسراء ايه يا اسراء؟ انا اسفه يا اشرف، يا استاذ اشرف اقسم بالله العظيم انا اسفه. اسفه؟ الساعه كام معاك يا حضرتك؟ الساعه 6. واحنا ميعادنا كام؟ واحده. طيب يعني ايه؟ انا اسفه اقسم بالله، دي اخر مره يا استاذ اشرف. ما انت كل مره بتقولي اخر مره. يا جماعه مش هينفع كده كده، خلاص الحكايه هتفرول مننا. تعالوا دلوقتي نفكر في مسرحيه نعملها. نعمل ايه؟ بقيت الناس لسه فين؟ فين عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن وفين عمر؟ عبد الرحمن جاله تصوير يا استاذ اشرف، ربنا كرمه من واسع. اه يعني انت بتحقد عليه ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا والله، ده انا الفرحه هتفوت من وشي اهي. لا باين طبعا باين. يلا يا سيدي ربنا يكرمه. المهم بس احنا نفضل زي ما احنا كده يا جماعه عشان نعمل عروض. نعمل ايه العرض الجاي؟ يا ريس ربيع عنده فكره حكايه. ايه؟ احنا نعمل فيلم. اي ما احنا ناخد من فيلم نعمل فكره ونعمل مسرحيه. نعمل افاتار. نعمل افاتار؟ ما اتعملش على المسرح قبل كده. اي هنعمل ايه في افاتار يعني؟ هنعمله 3 دي زي ما هو. والله هنعمل افاتار 3 دي. هنجيب نظارات نوزعها على العالم اللي قاعده دي وننطلق. مش اي حاجه يعني. انت ما تبقى 3 دي هيبقى شكلك ايه؟ هبقى 100 100، هبقى احلى من كده، الناس هتشوفني علني. يعني انت كام دي مثلا؟ عرفت. ماشي. مش هينفع، مش هينفع. عايزين فيلم عربي يا جماعه، فيلم اجنبي مشكله. ممكن عايز نعمل فيلم لخمه راس وحالك حافظه ونشوطه في السريع. ده رخص اللي انت بتقوله ده. استسهال يا حمدي، قلت ضحك مضمون يعني. لا ولا مضمون، ما اتعمل. نعمل حاجه جديده. عايزين فيلم يا جماعه. نعمل فيلم النوم في العسل. انت نفسك تنام، تنام وتستحمى بالمره يعني. نعمل حاجه نجيب محفوظ مثلا يا ريس. حاجه نجيب محفوظ، زوايا المدق كده، ميرامور، ولا لا ما فيهاش حاجه، ما ينفعش يطلع منها حاجه.
انا عندي فكره كويسه، عندي فكره كويسه ممكن نعملها. عندنا اللبس موجود، اجهزوا وانا اقول لكم على الفكره ونتكل على الله. النبي يا ريس. عايزين النبي ما تنساش العيال الصغيره في الليله اللي انت هتعملها دي، الله يبارك لك. يعني لو ما لقيتش عيال صغيره مش هتشتغل؟ لا اي حاجه يعني، يعني هتعمل دور عيل صغير. ربنا يستر بقى. ماشي، اتكل على الله. يا مصطفى روايه جديده بقى يا ريس، اخد دور. انت الروايه اللي فاتت عملت فيها حاجه؟ لا. اللي قبليها عملت حاجه؟ لا. اللي قبليها برضه لا. مش معنى دي يا ابني، مش معنى دي. صح بس. ساعد اصحابك يلا، اتكل على الله. ساعد اصحابك يلا يا جماعه، اجهزوا. محمد صغير اجهز. يا ده كريم. ايه يا اسطى؟ كنت تعالى اقول لك ايه، انا مش هخش استاذ اشرف راح لم شله اللطافه وعايزين يضحكوا، ولا انا هدخل فيها دي يا عم. بلا يا عم، انا بعد تاني مسرحيه اشتهرت قوي الحمد لله. الحمد لله. ده الشهر يا رب ارجع كومبارس زي زمان. والله تعبت من الشهره يا كريم. والله العظيم، وانا صدق بالله يا لا لا الا الجمعه اللي فاتت ماشي في الشارع صريخ ضحك والناس بتضحك وحاجه هنا في الشارع. الحمد لله، ده قبول من عند ربنا. بيضحكوا على ايه بالظبط بقى؟ لما الست وقعت في البلاعه. دي فاني مسرحيه لما الست وقعت في البلاعه؟ لا مش في مسرحيه، واحده ست كانت ماشيه وقعت في البلاعه صريخ ضحك بقى. يعني ست وقعت فالناس بتضحك، ماتوا من الضحك. انت بتحكي لي ده ايه علاقته بموضوعنا يعني؟ مش انت بتتكلم على الشهره؟ ايوه بتكلم على الزفت. طب ما الست دي اتشهرت قوي عندنا. طب والست دي تبقى امك؟ لا، امال فرحان لها ليه يا كريم؟ في يا عم افرح للناس يا كريم. الشهره ان احنا وشوشنا احنا تتعرف. يعني اقول لك موقف من يوم اسبوع كده، كنت ماشي عند مول العرب، قابلتني اسره كده وراجل ببدله وقال لي حضرتك بتاع تياترو مصر؟ قلت له ايوه. قال لي اتفو يا اخي، ما تبطل تمثيل بقى. الحمد لله، الشجره المثمره يتفون عليها. الحمد لله. ربنا يزيدك يا حمدي والله. بس انا مش هخش اعمل عيال صغيره ولا اقول جمله وجملتين دي تاني. تقول لي معايا يا استاذ اشرف في وشي، يا استاذ اشرف احنا نجوم ما بنقولش جمله وجملتين. هقول له يا حمدي يا كريم. ايوه يا ريس. يلا جهزوا. ايوه ايوه بنحفظ الجمله اهو يا ريس. يلا انزل اصغر بالمزيكا. نحن نريد العدس، عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. نحن نريد العدس، عدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. أيها الكفار. أيها الكفار. يا كريم، كافر طفل برضه ولا إيه؟ يا ريس ما اكيد كان في اطفال في الكفار. ايوه كافر ابن كافر. ايوه ايوه صح. امال ايه؟ لن تخزع. ماذا نفعل الان؟ لا، اين الخمر؟ كيف حال بني عبس؟ من؟ ابن كليب؟ العنتيل ابن كليب، نعم. كيف حالك يا عنتيل يا ابن كليب؟ أسمعتم عن دين محمد وأتباعه؟ نعم. أنهم يحرمون الخمر والميسر والفجور والرياء والنساء والظلم والقتل، وإحنا ناس بصراحة كفرة وبنحب الحاجات العسل دي كلها. نعم لقد سمعنا. لكننا ككفار. لا تفعلوا شيء، أنا سأذهب وأقتل كل من اتبع هذا الدين. سأقتل كل من اتبع هذا الدين. اذهب يا ابن كليبة. اذهب. أين الخمر؟ سأحضرها حالا يا مولاي. اذهب يا ابن طب. أين الليتاني؟ النساء. أين النساء؟ سوف أحضرهم حالا يا مولاي. طفل. اصل حبيت الموضوع قوي بصراحه. صراحه اديته كويس. اذهب وهات النساء. ادخلوا يا نساء. فلتدخل الراقصات. ادخلوا صفيناز الكافره. نحن نريد الرقص، رقص هز شويه يا جاريه، هز شويه انت وهي. نحن نريد الرقص، رقص هز شويه يا جاريه، هز شويه انت وهي. ولع الدنيا، ولع الدنيا يا محمد. اتغير تك الشوك. ايه يا عم
يا عم ايام الكفار ما فيش شيك شاك شوك يا جماعه يا صغير شيك شاك شوك ايام الكفار بس يا بتوت هيبوظ لنا الروايه ما تسيبه ساعه الكفر ما تتعوضش ولاتي والعزة انك لموزة لقد اسلم العنتيل لقد اسلم العنتيل اسلم العنتيل السلام عليكم ورحمة الله من انت العنتيل ابن كليب انت العنتيل ابن كليب لقد اهتديت الى دين الاسلام فانشرح قلبي وانشرح صدري وبيض وجهي وبقيت بيبي فيز زي ما انتم شايفين كده لقد اقصريت يا ايها القوم الكافرون ألن تهتدوا إلى دين الإسلام لا يا دين جميل لا أيو عليكو أنا خارج أنا خارج ده اسكندراني ده مش كويس ضايع عليكم ايه لقد ارتديت لفيت من ورا ارتديت يا عنتيل اقعد اسكر معاك ولا اروح بر الشيخ علي تعالى تعالى نقعد نسكر اليوم خمر ونساء وغدا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم استنى يا جماعه في حاجه غلط ما ينفعش نقتل محمد عليه الصلاه والسلام احنا كفار بس احنا نعرف ربنا احنا كممثلين لكن ككفار ما ينفعش نقول كده نكفر بقى عشانهم احنا ناس مؤمنين ايوه يا عم ما ينفعش نقول كده ايوه يا ريس وانا هخرج من المشهد ده ليه بشوي ما انت قلت بشوي بقى يا ريس يا سلام على الحساسيه يا سلام ماشي يا سيدي خلاص ما بقول لكم حاجة أنا مش عاجبني الرواية دي ليه؟ ما فيهاش شغل يا جماعة ما فيهاش شغل أستاذ أشرة الفكرة اللي احنا عملناها من شوية دي زي الزفت ومحمد سعد عملها قبل كده وكانت أحسن مننا بمراحل يعني وجاي تقولي دلوقتي بعد ما عملناها ما انتوا حابين تعملوها بقى أنا بصراحة قلت انتوا حابينها وخلاص لا ماشي يا سيدي ماشي نعمل حاجة غير ما يجراش حاجة فكرة وما عجبتناش نعمل فكرة تانية بس انا عندي فكرة ما اتعملتش قبل كده اقول لكم عليها بس اجهزوا اجهزوا عايز لبس مودر ها ويزو اسراء انور ها نشتغل مع بعض يلا يا جماعة يلا اجهز يا ربيع يلا لو سمعت يا ريس مش حضرتك يعني اخويا الكبير مثلا ها اخلص انا هفضل طول عمري كده اعمل شاب واحد وشاب اتنين طب ما انت كنت كافر تلاتة اهو الحمد لله انا عايز اعمل دور يا ريس ليه اسم زي ايه مثلا احدهم روح وانت احدهم يلا ما بوحده يا ريس نعم هو انت ليه تديني تراجيدي على طول انت شايفني فردوس عبد الحميد مالها فردوس عبد الحميد زي الفل تشتغل في كل مسلسلات محمد فاضل جوزها ما شاء الله تعمل كل الادوار طب انا مش عايزه امثل تراجيدي كتير انا عايزه اعمل كوميدي بقى يا بص يا سارة نعم. الدراما والتراجيدي دي هي المستقبل لان انت مش هتعرفي تضحكي طول عمرك طب ايه ايوه لا 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 انا هعمل مشهد انا وطب دلوقتي وحضرتك هتشوف ورين هتعملوا كوميدي يعني جدا ورين هي هتعمل كوميدي انما انا همثل ماشي خلي التمثيل ينفع حاجه كده هوليود هوليود وبقى زي استاذ محمد رياض كده مثل الاعلى مثلا 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 يعني بسم الله الرحمن الرحيم ها فلوس وبديكي فاتوره الغاز وبدفعها لك شعرك وصبغتهولك كستناء احمر اعمل كهربوها ما اعرفش حاجه بنتك قالت لنا ان انت مخبيه المايكرويف
جدي لا كهربوها كهربوها مش فاهم مش فاهم اتقل بس اتقل ماشي مدام نادية يا امبراطورة يا امرأة هزت عرش مصر يا نجمة الجماهير مدام مش عايزة تصحى سيبها يا عم وخلاص نتكل على الله خالتي بتسلم عليك مصر خد الحباية دي أنا مش مدمنة مش مدمنة عشان ترحمك من الكهربا ده انت نشفتي يا أحلى اسم في الوجود يا مصر يا اسم مخلوق للخلود يا مصر هات الحباية نعيش ونموت تحيا مصر وحياة ربنا ضحكتيني مش كده؟ أنا مسكت نفسي بالعكس كله عشان خاطر الكوميديا يعني يلا هات انت وهي يلا هات انت وهي والله يا رازق ولا كوميدي ولا تراجيدي انتوا مش معانا في الرواية دي كوميديانة قوي هي نادية الجندي انت مالك ومالها يلا اتكلوا على الله طب أنا إيه رأيك عجبتك؟ زبالة يلا طب اديني فرصة تانية أعمل لك مفيش أي فرص دي كانت آخر فرصة لعلمك يا جدعان أنا كريم بتلعب في إيه؟ بتلعب في إيه؟ لا لا برتب ماشي يلا يا جماعة اجهز يا ده كريم إيه يا اسطى؟ خد تعالى أقول لك إيه؟ استاذ اشرف لم شله اللطافه وعايزين يضحكوا اه يا عم مش هخش انا معاهم تاني ولا انا كل مسرحيه يقعدوا يلزقوا لي الشنب وده انا كل كانت وشي مش هينفع انا جاي من هنا ولا جاي امثل معلش انا كل يوم بخش بتاع المكياج اقعد اقول له عايز كله مش قادر معلش يا عم انا بلزق دون اكتر ما بتكلم في المسرحيات يا عم امال انا اعمل ايه يا عم انت عارف عم حمدي بتاع البوفيه اه بيجيب كل يوم للناس كلها قهوه وشاي ويجي انا يديني كراويه يقول لي خد دي عشان ما تقشطش انا ما اشط معلش معلش هو ما يقشطش والله بس بص بقى احنا يجي استاذ اشرف هنقول له كده وش انا وانت يا ريس احنا ما بنقولش الكلام ده مفيش بقى ساعدوا زمايلكم وروح الفرقه احنا نجوم وانا كمان مش هعمل الكلام ده والله معايا معاك يا اسطى يا استاذ اشرف احنا برنسات هتاخدنا الشغل ايوه استاذ اشرف بيقول لك اجهز بسرعه حاضر ايوه 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 يا ريس يلا كريم أيوة اجهز أيوة. انزل اصغر بالمزيكا هلا والله هلا والله يلا يا جماعه يلا اسرع 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 بسرعه 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 ها اجهزوا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المواهب الخارقة المواهب الخارقة النهاردة معانا لجنة تحكيم مكونة من نتعرف إليسا كيفك حياتي؟ إليسا ازيك يا إليسا؟ كتير منيحة حياتي منيحة نتعرف بحضرتك؟ والله يا نيك إحلام مبسوطة كتير إني موجودة معاكم هون اهلا وسهلا نتعرف بحضرتك انا ناصر القصبي رائع 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 وربنا يكرمنا يا رب المره دي وننجح عشان فشلنا كتير ايه 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 هنسيح هنا ولا ايه لا لا تمام وبعد ما تعرفنا على لجنه التحكيم هنشوف اول متسابق معانا النهارده اللي لجنه التحكيم هتقول ان هو معانا لاخر المسابقه ولا لا اتفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا نتعرف بالاسم غريب فعلا غريب فعلا اتفضل يا غريب وعرف نفسك للجنه واتفضل مساء الخير شو اسمك غريب شو الموهبه اللي هتقدمها لنا هغني غني الاستاذ جورج وصوف اوكي سمعنا سمعنا حبيبي يوم الوداع الحب ضاع ضاع والقلب حس الضياع كنت فاكر البعد هين كنت فاكر اني نسيت حضنك الدافي الحنين بس في الاخر نايت كنت فاكر البعد هين كنت فاكر اني نسيت حضنك الدافي الحنين بس في الاخر نايت
إن عمري ما حقدر أنسى أحلى أيام الهوى واللي باقي منا يبقى ذكرى ويضيع في الهوى. رائع، جميل جميل جميل. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ رائع رائع. وبعد ما غنى يوم الوداع نتعرف على رأي اللجنة. يا أستاذة إليسا، نبرة صوتك قوية ما في شك، بس إنه ليش قلادة جوج والسوف هيك بتحط نفسك بمقارنة منا لصالحك أبداً. سوري أنا مني لا. ها؟